اوكي تتصرف على طبيعتك بس طبعا مرات يكون في صراع بين الطرفين يكون ما يكون بيوضحش انه من هذا وهو يتزان في كل شيء المبالغه غير مرغوب دار احترام كبير بينه وبينه بده يعرفوني موسم المدينه الاعلامي طبعا انطلق برعايه صحيفه اروقه المدينه هي اطلقت المشروع تبنت هيئه دعم وتشجيع الصحافه كرعايه بسيطه دخل معنا شريك نادي قصر ليبيا الفكره من الموسم هي تطوير الاجيال الجديده من الشباب الاعلامي بما ان احنا مش قادرين نقنوا الوسط الاعلامي والتذكير باخلاقيات المهنه وغياب بعض القامات والمدارس عن المشهد فحبينا ان احنا ناخذه بيد الشباب اللي موجودين على الأقل بدل ما نحرمهم من فرصة وجودهم في المجال الإعلامي نعطوهم أدوات ونحاول نطوروا منهم ولو بجزء بسيط ما نقولوش إحنا نقوموا بدور الكلية أو بدور الخبرة والجهات الرسمية لا بس إحنا نحاول نساعدهم قدر الإمكان إن هم يكتسبوا مهارات عملية يحاولوا يكونوا مواكبين للإعلام العصري الحديث يحاولوا يقدموا شيء للمواطن تذكير بأخلاقيات مهنة الصحافة مهنة الإعلام ما الذي يجب أن يقدم للمواطن وما لا يجوز تقديمه محاولة يعني منا للتذكير اهتمام لهذا الموسم انه كان يختص في ادوات الشاشه الصغيره ومنها فن الالقاء، كيفيه التعامل مع الكاميرا، كيفيه التعامل مع المشاهدين، كيف تكون انك انت مذيع او مشاهد ناجح، هذه تعتبر ثاني موسم لحاضر انا، يعتبر ممكن سادس موسم للموسم المدينه، فكانت مشاركه جميله ونرغب في ان في عدة مشاركات في الموسم وش حنوقفوا بإذن الله. هذا يعني كل يعني شخصيتي بروحها مع الأصدقاء ومع الصحاب. لكن مش لدرجة المعارف. في خليت العامل نفسه هو عامل نفسه. طبعا انا شاركت قبل الموسم هو شاركت في الدوره اللي قبلها واللي هي كانت عن المذيع المحترف استفدت منها هلبة وخصوصا معرفتي بالناس اكثر في احتكاكي بهم في طرق التواصل معهم حبيت اني نشارك مره ثانيه زملائي كلهم اغلبهم نعرفهم حنستفيدوا مع بعضهم مع بعضنا حنستفيدوا طبعا في الدوره اللي فاتت استفدت هلبة باعتباري اني انا مذيع فكان نقصني بعض النقاط على الحروف زي ما نقوله فاستفدت فيها حاولت ديما نحاول اني نطور روحي خصوصا اني انا صحفي يعني خريج صحافه فيعني مش هاوي بس الصحافة اللي هي كيف انه يعيش الخبر في نفس الوقت؟ يعني لو صار موقف